والدي ابتلي بمشاهدة كرة القدم، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا له أن يترك مثل هذا الضياع للأوقات والأعمار، وأن يغتنم وقته فيما ينفع. كرة القدم فيها مفاسد كثيرة، أليس كذلك؟ منها تضييع الصلوات، فكم من متابع لكرة القدم لا يشهد صلاة الجماعة. يا فلان قم صلي، قال اليوم الدوري الأسباني، ويا فلان قم صلي اليوم فريق برشلونة فريق كذا، يضيع صلاة الجماعة التي تركها علامة على النفاق. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. المفسدة الأخرى بعد تضيع الصلوات ميل القلب إلى الكفار، ميل القلب إلى الكفار، تجده يميل قلبه محبة للكفر، يحب اللاعب الفلاني إلى درجة الهيام، وأيضا يتأثر به في لباسه في شعره في طريقته ويتابع أخباره. هذا كله من ضعف الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكمن أولياء تلقون إليهم بالمودة. أمر آخر كشف العورة، فلاعبو كرة القدم يلبسون ألبسة تكشف الفخذ، والفخذ عورة، فضياع في الأعمار وضياع في الأخلاق وذهاب للولاء والبراء أو ضعف للولاء والبراء مفاسد عظيمة. ثم أنت ماذا تستفيد من متابعة كرة القدم؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ يلعبون ويربحون الأموال وأنت ترجع بماذا؟ بخفي حنين، بل حتى خفي حنين ما ترجع بهما، مفلس. وينتهي الدوري هذا فإذ بك متورط في الدوري الذي بعده. يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله في وقتك، اتق الله في عمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كم؟ عن أربع: عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شهينا عمره، كل دقيقة ستسأل عنها، كل ثانية ستسأل عنها. ماذا ستقول؟ يا رب كنت أتابع الدوري الأسباني، يا رب كنت أتابع الدوري الإيطالي، يا رب كنت أتابع الدوري المحلي. وهكذا حياتك كلها متابعة للدوريات الكرة. لاعبو الكرة نصارى، يا عبد الله اتق الله، تجد لاعب الكرة يفعل إشارة الصليب، موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. إشارة الصليب. أحمد بن حنبل الإمام المبجل قال: إنني لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى نصراني، لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن المسيح ثالث ثلاثة، لا أستطيع أن أنظر، لا أستطيع أن أنظر. انظر إلى قوة الإيمان وأنت تصفق وفرحان مسرور. هل تعلم يا من تتابع كرة القدم إنك لا تساوي عند لاعبي كرة القدم هؤلاء نعال؟ صح يا إخوة أو مبالغة؟ أنت مسلم لا تساوي عند هؤلاء النصارى نعالا، لا تساوي. تابع إذا شئت بعد هذا أن تتابع، تابع، أنت لا تساوي نعالا عند هؤلاء اللاعبين. إذا قالوا له الإسلام قال: إيش الإسلام؟ هذه الأمة المتخلفة، هذا المجتمع المتخلف، هؤلاء رعاة الإبل، هؤلاء، أنت لا تساوي شيئا. فعليك أن تتقي الله وتترك مثل هذه المتابعات لهؤلاء الكفر، وكذلك متابعة هؤلاء الضائعين من أبناء الإسلام. تفوته الصلاة ويلعب في الكرة يمينا وشمالا،
والعلماء يقولون من فاتته صلاة فرض واحد دون عذر كفر، كفر بين الرجل والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم أكمل الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت أيها الإبن ناصح أباك بالأسلوب الحسن، بالتذكير الطيب، بالموعظة الحسنة، بإسماع كلام العلماء،